أهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. النهاردة معانا العدس، وإحنا المصريين بندرس للعالم كله إزاي نعمل شوربة العدس على الطريقة المصرية. بالمستكة بقى، ياخد شعرية متحمرة، شعرية مش متحمرة، يتعمل فتة. إحنا شطار قوي في عمل العدس، والعدس على فكرة بروتين نباتي قيمته الغذائية عالية جدا وآمن، يعني من البروتينات اللي هي آمنة. ولكن إذا كان في مشكلة شوية في الدهون أيا كان، إحنا نركز مع العدس نعمله النهاردة مع الشعرية. وأنا النهاردة أعمله مع شعرية مش متحمرة بقدر الإمكان تبقى طبق الشوربة ده هيلسي. معانا كمان لحمة مفرومة النهاردة، هنعمل صينية اللحمة بالبطاطس ودبس الرمان، هتعجب حضراتكم. وتركات المغاز الطحينة مع دبس الرمان بيعملوا طبعا تيست عالي جدا، وخاصة لو في بطاطس شرايح متحمرة مع اللحمة المفرومة. طبعا عروسة السفرة في المطبخ الشامي سلطة التبولة أو الفتوش، لما بيكونوا موجودين على السفرة يعني الكلام والحكاية بتبقى حلوة قوي. معانا النهاردة الفتوش، هعمله بطريقة لطيفة مع الخضروات الشتوية، إذا كان الخس أو الخيار أو الطماطم أو الرمان بتاعنا الجميل مع بتنجان العروس. إيه اللي جاب البتنجان للفتوش؟ التفاصيل دي إن شاء الله هنشوفها في الحلقة بتاعتنا. وأنا من دايما بكون حريص وانا بعمل طبق السلطه بكل لوحه فنيه، بقدر ان انا اضيف له حاجات الاولاد بيحبوها. فلما يشوفوا الرمان مع البتنجان مع دبس الرمان مع السماء، اكيد السلطه دي يبقى فيها حكايه كده لطيفه وجميله تغنينا عن اي طبق تاني. خلينا نطلع فاصل صغير، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، بساطه سهوله مرونه. تعالوا شوفوا مع بعض ازاي تبقى السفره بتاعتنا بسيطه وسهله. ولكن عايز اقول حاجه مهمه جدا قبل ما اشتغل. دايما لما تخش المطبخ وهتعملي اكل زي اللي عمله النهارده، حطي في الاعتبار ان في الاسره او في ضيوفنا هيكون في اطفال، في كبار السن، لازم نحط في الاعتبار نعمل الاكل اللي يناسب اعمارهم وكمان ظروفهم الصحيه، دي مطلوبه. ما اعملش السفره مثلا ياكل منها اللي بيلعب رياضه، ما اعملش السفره اللي ياكل منها الطفل اللي عنده مشاكل صحيه وهكذا. طبعا معانا النهارده هبدا الحلقه بتاعتي بلحمه مفرومه وبرغل، هعمل صينيه الكفته نعملها بدبس الرمان مع البطاطس. تفاصيلها كتير على فكره، بس انا هبدا بيها الحلقه لان فيها شغل كتير. العدس مش هياخد مني وقت لان انا معايا جاهز مقادير على الشاشه. لحمه مفرومه، معانا برغل مغسول وبعد ما غسلناه سبناه ونشفناه من الميه، ومعانا بالشكل ده كده، ومعانا بقدونس، ومعانا دبس الرمان وطحينه وبطاطس وبصل وتوم وزبده، والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل. اعتقد ان المكونات كتيره ولكن في متناول الجميع. اللحمة المفرومة تقريبا نص كيلو حسب عدد أفراد الأسرة، البرغل تقريبا نص كوباية بعد ما غسلناها بالمية الباردة وصفرناها بقت معانا بالكمية ديت، ومعانا طحينة نص كوب ودبس الرمان معلقتين مع البصل والثوم وشرايح من البطاطس بتتحمر في الزيت. حلو الكلام؟ أهي عشان أكسب وقت وأقدر أعمل كل حاجة حضراتكم حابينها، أدي البطاطس معايا تقريبا اتشمعت واتحمرت. معايا حلة على النار بتغلي كالعادة، دي معايا كل يوم بحط فيها جزرايا بصلايا كرفصايا، كل دول مع بعض مع فص حبهان، يبقى عندي شويه شوربه حلوين اقدر استخدمهم زي ما انا عايز. حلو الكلام؟ طيب المقادير بتاعت صينيه الكفته، احنا دايما متعودين الكفته اللحمه بناكلها بطرق مختلفه، بس ايه المشكله لما اعمل النهارده صينيه اللحمه دي وتكون معاها صوص حلو كده بالطحينه بدبس الرمان، عدلها رز بالشعريه، عدلها شويه رز ابيض حلوين، عدلها العيش الحلو بتاعنا الشامي او العيش الرده زي ما احنا عايزين. هنجيب الكبه بتاعتنا، اللهم صل على النبي كده، وابدا ان انا افرم البرغل. البرغل ده حارس مرمى قوي جدا، بقدر استخدمه واستغل قوته في التماسك بتاعه. احنا عارفين البرغل ايه هو يا عم الشيف؟ طالع من القمح الخشن طبعا، في برغل ناعم وبرغل خشن اللي احنا بنستخدمه في الكبيبه. حلو الكلام؟ الدنيا تمام. اثبت هو ده. طيب تعالوا مع بعض ناخد البرغل بتاعنا ده كده، عايزه مطحون ناعم شويه، دول حلوين اهمت، بنزل عليهم ببصل ناعم كاني بعمل كبه. عارفين احنا الكبه وراس الكبه الماليه اللي هي السوريه والشاميه،
عبارة عن هبرة حمراء بتاخد برغل ناعم، فص توم، بصلاية ناعمة، شوية قرفة، ملح وفلفل، وبينضربوا في الكبة وينزلوا على المفرمة. كل دول كده نطحنهم مع بعض الأول. اللهم صل على النبي. اهو خلص الكلام. انا بعتذر عن الازعاج، انا اسف، بس كتير بيسالوا على السوشيال ميديا ازاي نعمل الكبيبه، ازاي نعمل كفته اللحمه بالصينيه، ازاي نعمل الكبه المقليه، ازاي نعمل كبه بالصينيه، ازاي نعمل كبه سماقيه، ازاي نعمل كبه باللبن. هي دي، شفت المفاجاه بقى بعد الازعاج ده؟ في طمانينه، الواحد بيتبسط. هي دي عجينه الكبه، اتعمل بالشكل ده كده، بناخدها زي ما هي كده يا عم الشيف، ونبدا ان احنا نشتغل مع بعض نعملها بقى بالصينيه زي ما احنا حابين. تعالوا نشوف نعملها مع بعض ازاي. حلوه. اللهم صل على النبي. الله، اتفرمت جامد. لازم تكون عندك كبه شاطره زي دي كده، قويه يعني، بيقول لك يعني بيبقى الفولت بتاعها عالي علشان تقدر ان هي تفرم البصل مع اللحمه مع البرغل بالشكل ده كده. والسكينه تخليها على جنب عشان دي المساعده بتاعه الشطره، ونشيل الخلاط ده من هنا، واعتقد كده الازعاج خلاص. حلو قوي، خدت كده اللحمه جاهزه، وعندي البطاطس انا محمرها جاهزه عندي، هاخدها بالشكل ده كده برضو، عشان قلت لحضراتكم الاكله دي فيها شغل كتير. دي بطاطس متحمره هي زي الفل، اللهم صل على النبي. وعندي الصينيه اللي هشتغل فيها، بحطها قدام عينيا كده. شوفي بقى التركايه، بحط هنا معلقه طحينه في ارضيه الصينيه دي، اهو معلقه طحينه عاديه خامه اهي زي دي كده. دي حاجه جديده، المطبخ ده رؤيه، فن، ابداع. حلو الكلام ده، كلام حلو قوي. ليه معلقه طحينه؟ هو ده الكلام الحلو، معلقه طحينه علشان المزازه وطعم الطحينه اللي هو معمول من زيت السمسم لما يصطدم مع الجوس بتاع اللحمه المفرومه اللي انا هنزل بيه دلوقتي عليها، هيدينا صوص لطيف جدا اقدر ان انا اغمس بيه العيش، احط على الرز. الكفته اللي هي تعتبر دول عليها الكبه، مكوناتها هبره حمراء ومعانا برغل وبصل وتوم وورق نعناع والطعم الجميل الحلو، ومعانا التركية المغازي بقى هنعملها بطريقه مختلفه، صينيه مع البطاطس مع دبس الرمان. جبنا كسروله كبيره يسمح بدخولها للفرن، دهناها من تحت بالطحينه مع معلقه زيت زيتون عشان الطحينه تبقى خفيفه شويه، تبقى معانا بالشكل ده كده. وايدك في الميه يا ست الكل كده، بتاخد حته اللحمه وتسويها كده. وجود الميه جنبك هنا، ميه ساقعه من الحنفيه، بتسلك ايدك من حته اللحم بالشكل ده كده، وتخليها ترفع شويه فوق على جدار الكسروله
علشان البطاطس تتغمر جواها مع دبس الرمان. تقدر تحطي بقى عليها شرايح من الطماطم، تحط عليها شرايح من الفلفل، شرايح من البصل، زي ما انت حابه. تاني ولكن السر هنا والتركايه هنا، لازم البرغل ده يتجاب يتغسل بميه ساقعه عاديه من الحنفيه، مش ميه سخنه، خلي بالك. وبعد ما تغسليه مره واتنين تصفيه بمصفى ناعمه وتخليه على جنب عشان نستخدمه مع بعض. شايف حته اللحمه حلوه ازاي؟ هو ده. ناخد شرايح البطاطس الحلوه نرصها كده بالشكل ده كده. الصوره معانا حلوه يا شباب. نشيل دي من هنا، هنقول ممكن دي نستخدمها ونعملها ايه، مفيش مشكله احنا مع بعض. هعمل انا صوص لطيف دلوقتي من دبس الرمان والثوم والبقدونس، ينزل على وش البطاطس دي. هتسيبي كل حاجه وتاكلي من الصوص اللي انا هعمله ده كده. ده المطبخ، انك انت ازاي باقل تكلفه ممكنه تقدري تعملي اكله لها شكل تاني ولها طعم تاني، وتكوني حريصه في ان هي تناسب كمان كل الاعمار، الصغير قبل الكبير والكبير قبل الصغير وهكذا. دي البطاطس اهيت، رصيتها بالشكل ده كده. نعم يا غالي. لا مش لازم، بيقول لي هتعمل طبقه لحمه تانيه على الوش. لا انا هكتفي بدي بس. حلو الكلام. ونجيب كسروله كده سريعا، اللهم صل على النبي، نحطها هنا كده ونحط على الكسروله دي يا عم الشيف في بصل ناعم، فص توم ناعم، شويه دبس الرمان حلوين. طعم هنا والجديد هنا. حلو الكلام. معلقه هريسه حلوه. الله. وانا شغال كده اهو، شويه الملح الحلوين، شويه البقدونس الحلوين، عايزاها سبايس هنا، ممكن تحطي شطه زي ما انت عايزه، فلفل وبابريكا، كل ده طبعا الطعم اهو، بابريكا فلفل. ونقلب دول مع بعض يا عم الشيف بماء مغلي. الله الله. بس خلاص نقلب دول كلهم مع بعض كده. ده الجديد ودي شطارتك في المطبخ. ناخد الخليط ده كده حلو، بنوزعه كده. مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري، شايفين الشقاوة المطبخ؟ شغلة. بطاطس هنا عامت. لسه ما خلصتش، اصبر على رزقك. معانا طماطم، معانا فلفل الوان. للأمانة ايه المكونات هنا؟ لحمة مفرومة نص كيلو، تلت كيلو، ربع كيلو حسب عدد افراد الاسرة، برغل كوباية غسلناها وسبناها بعد ما غسلناها نص ساعة، خلطنا اللحم مع البصل مع التوم في قلب الكبة زي ما شفت حضراتكم قبل الفاصل، جبنا بطاطس حمرناها، معلقتين من الطحينة بالشكل ده كده، وهندخل دي الفرن دلوقتي. شفت الصورة الحلوة دي؟ لوحة فنية تقدري تتصوري معاها سيلفي. درجة حرارة الفرن عندي 180، والفرن يكون درجة حرارته عالية جدا مسبقا. ناخد الصينية والكسرولة الحلوة دي كده، الخير كله فيها، فيها نشويات، فيها بروتينات، فيها كل حاجة حلوة. هندخلها في قلب الفرن كده. بص عليها نظرة الوداع. يلا يلا صلي على الحبيب. ايه الجمال والحلاوة ده من قلب الفرن. هناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا ام الدنيا. بقولك ايه، بص على الفرن كده بالله عليك، بص على الفرن وشوف شقاوة المطبخ. لحمة مفرومة معاها برغل، معاها طماطم، اللون الاحمر الحلو اللي بيفتح النفس ده اهو، حلو. ايه الجمال ده؟ طماطم، فلفل الرومي الاحمر، حياة حلوة. تعالوا نطلعها مع بعض زي الفل. الله.
انا حاطط العدس في المقدمه عشان يبقى هو سيد السفره. خلي بالكم تبداي السفره بتاعتك بتبسيط الشوربه الحلوه. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ اه صلى على الحبيب قلبك يطيب. الله الله اهو. الف هنا وشفا ليه اللي ياكل. حلقتنا النهارده بتفاصيلها بالخبره الطهويه، مش مطلوب منك انك انت تبقى في المطبخ بالسرعه دي، انا معايا مخرج ومعايا فريق عمل ملزم ولازم ان انا اسمع الكلام واكون حريص على وقت البرنامج عشان في التزام بالتايم بتاع الشاشه، ولكن انا دوري ان انا اقدم المعلومه لحضراتكم، وانت في المطبخ بقى سيده المطبخ، انت سي المملكه بتاعتك، تقدري تعملي كل حاجه بتكنيك عالي، محدش هنا بيسحمك في الوقت. الشوربه دي على النار هي بتستوي، اللي انا ضربتها في الخلاط وطلعت معايا بالشكل ده كده، البصل حمرته في زيت زيتون وزبده، وبعدين نزلت بالثوم بالطماطم بالعدس كل ده مع بعضه، انك تضيفي جزر او رز حسب الرغبه، بس انا ضد ان احنا نحط رز في شوربه العدس. وعملناها وضربناها في الخلاط وقدمناها لحضراتكم، وعملنا سلطه فتوش عروسه السفره الشاميه، شكلها جميل، لوحه فنيه فيها كل المكونات، وطبعا صينيه اللحمه الجميله اللي فيها البطاطس، اللي انا شخصيا بحب البطاطس واسيب اللحمه، واخده طعم الدبس الرمان والفليفر الحلو، وشويه الحب للمطبخ ده مهم جدا على فكره. مطبخنا لطيف وبسيط، وكل المطابخ العالميه تقدري تخشي تعمليها بالطعم المصري، حتى لو تعملي اكل صيني تقدري تعمليه بالطعم المصري، اكل هندي تعمليه بالطعم المصري، زي ما انت حابه، لان معاك شيف شاطر اسمه الشيف المغازي. رؤيه فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.